أن الزهراء سلام الله عليها لم تعطى عمليا من إرث أبيها أي شيء، فإنه صلى الله عليه وآله كان يسكن دارا فيها بعض الأثاث البسيط، وقد حرمت الزهراء منها كما حرمت من فدك بعنوان أن الأنبياء لا يورثون. ومنها أن الزوجات زوجات النبي أمهات المؤمنين أعطين إرثهن كاملا بل زائدا، لأن حصة الزهراء وهي الأكبر طبعا بصفتها بنتا أعطيت للزوجات، فتصرفن في كل ميراث النبي صلى الله عليه وآله حتى فيما يرتبط بالدار والأثاث. ومن هنا قال الشاعر: لك التسع من الثمن وفي الكل تصرفت. الثمن ما هو؟ حق الزوجة واحدة أو متعددة، أي واحدة. التسع ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله توفى على تسع زوجات حرائر بالعقد الدائم. إذن الثمن يقسم تسع أقسام بين تسع زوجات، كل واحدة لها التسع من الثم، تسع الثم. ومع ذلك شنو؟ وفي الكل تصرفت كما يقول. فإذا كان الأنبياء إذا كان الأنبياء لا يورثون، إذن فهم لا يورثون الزوجات كما لا يورثون البنات، صافية المسألة. إلا أن المنع عمليا ودنيويا يختص بالبنات لاعتبارات ومصالح دنيوية ظالمة بطبيعة الحال.